والصورة القادمة خير شاهد. الآن إلى المتظاهرين وهم يطالبون بالإفراج عن المتظاهرين الخمسة الذين اعتقلوا أمام مبنى مجلس محافظة البصرة. طلعوا الشباب، طلعوا الحليلكم، والله الحليلكم، طلعوا الشباب، طلعوا الشباب، تشيد لا تستفزون الوضعية، طلعوا الشباب، طلعوا النصيحة من عندي، طلع الشباب أقول لك نصيحة، طلعوا الشباب بالقرآن ما يستشهد، طلعوهم جيبوهم هسه، جيبوهم جيبوهم، جيبوا شبابنا، لا تدفع باب، جيب شبابنا، طلعهم، رجع لنا. اعتقال شباب، اتكفى الشر، عين العقيد، اتكفى الشر، طلع الشباب، طلع الشباب، ولا يدري كل شيء، جيبهم جيبهم، يستعيد الجو، جيبهم جيبهم، الدقيقة الدقيقة تقوم الوضع، الحسين تستعد، ارجع ارجع، طلعوا الشباب، طلعوا الشباب، اقضوا على الفتنة، طلعوا الشباب، اقضوا على الفتنة، اعتقال شباب، اعتقال شبابنا، وما نتحرك منا إلا يطلعون. لا إذا ما يطلعون.